بنحفر خندق من باب الإدارة لعند الباب الرئيسي، وهذا الخندق بيمر تحت سور السجن لعند المحارس. بنحفر مجموعة خنادق حول السجن الكامل، بنثبت عليها متاريس. نحن مش عم ندافع عن المجرمين وقتلين القتلة ولك. هذول سوريين يا بني آدم، سوريين غلطوا بحق الناس والدولة، والقضاء حكم عليهم بالسجن مش بالموت. تكون يموت وتفنوا اشري معي في شان الله. نزلوا هدول انتو رجاجي بيروت. حكيم انا سجين وفي غيري 4000 سجين، بس ما عنا غير طبيبين. الله يرحم ابواتها تنزيل. يا سيدي نحن غلطنا بحق الناس والدولة، اعطونا فرصة نكفر فيها عن ذنوبنا. نحسن نحمل سلاح ونقاتل حدكم. جربونا يا سيدي. دبابي يا شباب انتبهوا، دبابي. وهذا خيارنا وقرارنا. هذا السجن قطعة أرض من هذا البلد، وما رح نطلع منها لتطلع آخر روح فينا.